السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. جيتكم ان شاء الله بواحد الحريره، كيكون حريره بالجبن، حريره بيضاء غادي تعجبكم ان شاء الله، كتجي زوينه وبنينه بزاف. هذه راه الوالده ديالي اللي كانت ورثها ليا، ولكن انا من نهار اللي دقتها وانا عزيز عليا بزاف، لان المكونات اللي فيها غير الكرويه، داكشي كيصلح حتى بالنسبه للمصارن والمعده وداكشي، وصحيه وكتجي زوينه. ان شاء الله نتبعوا المقادير. عندي طرو ديال الحليب، حليب عادي، وعندي هنايا اطرو ديال اللبن قد كي الحليب كي اللبن، وعندي هنايا نص ربعه ديال الطحين الفرص مزيان كما تنقول لكم دائما، واحد المعلقه صغيره ديال الكرويه، وشويه ديال ورقه النعناع، وشويه ديال الملحه. هذا ما كان، هذا اللي فيها كناخذو غير الورقات. بالنسبه للنعناع ما كناخذوش العروش، لا غير الورقات صافي. وكنبدا نوجد دابا الجبن ديالي. كندير داك الحليب في الكاسرونه حتى كيذوب مزيان، حتى كيسخن، حتى يطلع فيه الغليه، عاد كنزيد عليه اللبن. وانتم غادي تشاهدوا معايا المراحل ديالو كيفاش كندير ليه، وراه كيجي زوين هذا الجبن، ما تسخاوش به. انتم من بعد ما غلى ليا الحليب راه زدت فيه الجبن، انتم غادي تلاحظوا انه كيتجمع بوحدو كيتجمع داك الجبن. انتم شفتوا كيولي صافي، كتحركوه شي شويه بدل ما يتعقد يجمع راسو، وكديروه في شي هكا شي صفايه كيتصفى وصافي، وتيكون تنخليوه تيتصفى مزيان حتى تيتجمع، تيكون وجد معنا ديك الساعه. وهذيك لما فاش طيبت داك الجمع داك الجبن ديالي، هو فاش غادي نطيب الحريره، راه كتجي بنينه هذيك نسبه الكرويه والنعناع كتجي لذيذه بزاف. هاد الشيوه هادي راه قليل اللي كنت عارفها، ما نظنش كنت عارفها كلشي. انا دائما تنقلب لكم على الجديد، شي حاجه ما كايناش بزاف. هانتوما شفتوني كيفاش كنصفيها في هاد الصفايه، كاين اللي كيديرها في الدره ديال حياتي حتى تيتجمع ليه الجبن، وهاد الجبن تيبقى زوين سواء بالحريره وسواء بلا حريره، كيجي زوين في الماكله ديالو. انا كندير داك الماء اللي طيبت فيه اللي جمعت فيه اللبن، اللي جمعت فيه الجبن ديالي، كندير فيه داك شويه ديال الكرويه وداك شويه ديال الملحه، وعاد كندور فيه ديك الطحين. هي القاعده ديالها هو الطحين، باش كانت زعما كتصايب هي الطحين. وكاين اللي بغى يدير فيها السميده، ولكن تجي شله ما تجيش السميده، كتكون رقيقه ماشي غليظه، تجي زوينه صافي. كان ديك الطحين كنخلطو بحال ندور الحريره وصافي، وكنديرو كنبدا نحركو حتى تيطيب ليا، كنحس به الطابع، عاد كنزيد الورقات ديال النعناع. انا كما قلت لكم تنقلب لكم دائما على الجديد، وان شاء الله جربوها وزوينه بالنسبه للمصام والمعده، زوينه بزاف. انا كنزيد فيها الحليب، انا درت هنا فيها نيدو، حركته في الكاس وكبيته، مع نيدو كيكون بنين بالنسبه للحليب الاخر وصافي. حتى كتوجد معايا كندير ديك ورقه النعناع، وهو الجبن اللي طيبت كنقطعو كنديرو في قلب منها، وكل شهيه تيجي زوين، جربوها وسهله طيب، كتوجد في الحين ما كتعطلش بزاف. هانتوما شفتو الجبن ديالي كيما وجد معايا، حتى هو تيجي بنين وساهل، راه ما فيهش شي حاجه صعيبه تغي يوجد. بالنسبه للمبتدئات راه يمكن لهم يصايبوه، وكاين اللي بغيتي هكا ودي بغيت دير فيها معلقه ديال العسل حتى هي كتجي زوينه. هانتوما كتجي زوينه بداك الجبن. وبالنسبه هكا رمضان، شي واحد يبغي يبدل شويه ديال الانواع ديال الصوبه والحريره الحامضه، نبغيو نبدلو شي شويه الشكل، وجربوها وراه ان شاء الله غادي تعجبكم. وبالصحه والراحه.